انا كنبيعات شي الحويجات انا الله يكون في العون ودي ما عندنا حتى باش نجيب العيد ما كيخلونا حتى نبيعوا نشريوا على خاطرنا وحنا الله يكون في العون طبعا انت واحد مكره ما عندناش باش نشريوا العيد صراحه كنقولها في الواقع اش نبيع ونشري في الراشه شي كنبيع ونشري ولكن الوقت راه ناقصه وما كاين ما يترونا كنتلفوا في الوقت وصافي لا ما كاينش ما معولش على شي صراحة لاجل انا ما كاينش هادشي كونفيرم وكان من المريح ما كاين لا فلوس ولا تحركات لا والو راك عارف بنادم ما عنده شي دومين اللي غادي تصوفي منه باش تصور بعد خطرات ما تصور والو بعد خطرات ماشي يكون والو بعد خطرات كابصبر وصافي ما عنديش ما يلزمنيش هادشي اللي غنقول ما خديت الدعم ولكن راه ما غيبانش الدعم اش حال ما غتبانش راك عارف هادشي راه مصروف بنادم عنده عائله راه ما كاين الدعم ما كيقدش منين لا عيد راه واعر هاد الساعه عار اللي يجيب لنا التيسير وصافي نهار ورشقوا 30 درهم 20 درهم مالو كان سوا ونقول الرزق عند الله الرزق باذن الله تجيب الله هاد الازمه اللي كاينه هي اللي مأثره علينا شويه لا ما عنديش قسم بالله علي والعظيم كل نهار ورزقوا 600 400 بحال البارح ما مصوره والو كذوب على الله حرام والو قسما بالله البارح ما بايعه الا شي 360 هكا كان غتعيد لك غتصرف لك اللي بغيت نقول اش غادي نقول الله يصوب وصافي هذا ما كرهناش شي والله شي حاجه شي بديل يكون مزيان ثاني خيار هذا ما كاينش انا راجلي عام وعاق هذا ما كان انا كنبيع هادشي ديال المتاشيات فهمتي بالنسبه كنا في حي المحمدي وحيدونا فهمتي ودابا العيد جاي راه ما عندنا باش نشريو الله يحسن العون والله يدير لنا شي تاويل ديال الخير ها خدينا الدعم ولكن الدعم ما قاديش لنا كارين عندنا مصروف وليدات الله يحسن العون وصافي ما خاصهم حتى هما يشوفوا فينا ماشي والله يدير شي تاويل ديال الخير وما كنعيدش انا مريح بوحدي علاش غنشري حولي وخا يكون عندي المناير ما نشريش حولي ماني انا بوحدي ما غناكلش حولي كناكل الحال وكل نهار ورزقا لا والو ما 30 درهم حتى 50 ورزقي عند الله اللي خالقني راه قاد بيا انا دابا حاليا مدمر باش في الرشه بلاهي حاليا ما لقيتش حتى كتب عليك بحال لاصق وصافي وما جا العيد راه رويده كتب عليك ونتمنى والله هو اللي غادي يسر لنا هذا الامر ديالنا ما جا ما والو ما عندي والو عندي الله سبحانه وتعالى انا نقدر نصور غير اللي خصم الله نعيش به قليل كثير ماش نقول لك جاب الله 1000 ريال جاب 600 نعيش بها جا قليل جا كثير نعيش بها عندي ثلاث بنيات عندي سكن عطانا السيد الاستفاده استفدنا من الله يكثر خيره يرزقي مشى لي واحد الموطور والى اخره مشيت لجان الامن هاد الشكايه مشيت للحبس باطل خرجت من الحبس مات لي امي المراه الزوجه ديالي خانتني دابا من شعبان ما شتاش انا مدمر في الحياه ديالي وخا يكون عندي مليار ما يبانش ليا علاش مدمر في الداخل ديالي في الجد ديالي في الجسم ديالي هاد العام ما عنديش نصبر باقي الدعم ما شتوش المرضى ديال الورق دات ليا كلشي دار ما بقاش الوقت ان نشريو العيد دابا يعني الوقت دابا باش تسدوا علينا هاد مده 3 شهور ما بقاش عندنا كون ربما 3 شهور قبل خرجونا كون دبعنا وشرينا في الفراشه وشرينا العيد ولكن من دابا هما سدوا علينا تبقى والو ان العيد عاش نخرجوا راه صعيبه شويه يعني خاصهم هما يتحملوا المسؤوليه لو كون هما ما قادينش علينا يخلينا نبيعوا ونشريوا النوبه الاولى داكشي كيبقى بيننا وبين مولانا نشوفوا الارزاق رزقنا عند الله ما كنتسناو شي واحد الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا تبرع علينا الله يجازيه بخير وحنا كنرزقنا عند الله كنتمنوا من عند الله ما يحشمناش حنا كنديروا توكلنا في الله والله ما يحشمناش ما بقاوش نتسناو هذا غيعطينا كيعطينا الله وعاش محمد السادس وتبرش انا جاب فيها الله شي بركه هي هذيك ما جابش راه كنتسلف عند مولحان وحتى كيجيب لي الله وكنمشي نعطي مولحان وترزقوا وشويه كنعشي به وليداتي كنجمع فلوس هذوك ما نكذبش على كل نهار رزقوا ربي خلق وفرق الارزاق ديال الله كنتعناو بالله والله يجعل البركه في القليل كي كيقولوا الاولي الله يجعل البركه في القليل كاريخت الكرا والموضه والوليدات ثلاثه انت مولات الخير والحمد لله على لطف الله والله حتى المحسنين والحمد لله على لطف الله ما ديال الله كي كنتسناو الشتا نتسناو العيد وربي كريم خويا هاد الناس اخويا راه معدين علينا اخوش هاد الفراشه ديال غتاخذ لك عيد كبير وعيد كبير ما بقى ليه والو راه الفقير راه تياكل مسكين في الشعط مسكين عباد الله راه مسر الحد راه ما شداهاش لولادها الاغلبيه عنده خمسه الاولاد سته الاولاد حتى بنادم باش غياخذ هاد الحولاد ويديروا معانا شي حل اخويا الحولي راه داير 60000 عاده الاقامه ديالها الراس راه 1000 درهم واش جمعت الفراشات كاملين ما تساوياش 4000 ريال سمعتينا اخويا والله يرحم الوالدين طلب من سيدنا اخويا يدير معانا شي حل اخويا
وكاين المسكين اللي عنده الكرا وكاين اللي عنده وليداش مطلقه نقول لك 20 عام هذه بجوج بنيات رجالتهم على قد الحال ما في حال دفعت الدعم ما عطوني حتى حاجه دفعت الراميد دفعت الشكايه ما عطونيش اربع شهور حنا محكومين ما نخرجوش كاينه كورونا باش غنمشيو العيد ما عندناش باش نعيدو خرجنا نبيعو الشراوط راه كنا يجيو يجريو علينا ما عدناش الدعم ما شديتوش انا ما شديتش الدعم كاع اش كنصور 1000 فرانك نهار اللي ما يجيبهاش الله ما قادرش نشري العيد هذا العام بنادم اللي خطات هذه الفراشه ما يصيب باش يعيش رافده هذه الفراشه تبيعي 1000 فرانك تبيعي 400 كاين نهار ما يجيبش الله كاع دخلي مكمده